كاملة ومركز تطوير التعليم الجامعي ومعهد البحوث وكليتي الهندسة والعلوم، مما دفع باقي الكليات الأخرى على استيفاء متطلبات الحصول على شهادات الجودة من جهات عالمية مماثلة. كما حققت الأنشطة الطلابية هذا التميز في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية، مما كان له الأثر الإيجابي على الصورة الذهنية للجامعة وتحقيق الشخصية الطلابية المتزنة والطموحة. ولأهمية البيئة جعلته الجامعة هدفا محوريا، فكانت جهود كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة